سيدي منتسبين جناح الفني 35 و28 رحبون حضرتك. الله يحييكم. وأهلا وسهلا بكم سيدي. وبيكم. سيدي عندنا حالة يعني هاي صارت من زمن مالك رئيس الوزراء. المكرمة مال منتسبين طيران الجيش قاطبتهم كلهم. مال قطع الأراضي السكنية سيدي. توزعت لديالي. وإحنا المحافظات بعدها. أنت المخدر جاي نشوفه. تدري ليش؟ الحكومات المحلية ما تنطي أراضي. خاطبهم فاتحهم يقولوا ما عندنا أراضي للجيش. بس احنا حتى انا ويا سيد الامين العام قبل اسبوع كنا بمحاوله عندنا ارض مساحتها حدود شيء والله وين هو علي هاي اللي بالحله على اساس ناخذها اي سيدي 120 اي دونم يعني مساحه كبيره كلش انه مو احتمال ناخذها ونوزعها بس حقيقه اكو اولويه عندنا عندنا اولويه في الجرحى والشهداء بعدين للاستحقاقات يعني احنا ماشيين بس ما خاطبوا سيدي خاطبوا الناس من هم المحافظه اللي تنطي تقول عندنا احنا ما بالعكس راسا يعني مشتريها المحافظه لحد ما كل شيء ما يصير هاي كل المحافظات لحد ما كل شيء ما يصير هو ايه هو اللي يقول ده يقول ما عندي اراضي محافظات نعم خلل لا مو خلل ما ادري هم ده يقولون انا ما ادري خلل ام لا بس يقول ما عندي اراضي هاي قاعد سيد ايش كثرها ما عندهم على المحافظات كلها انت لا تشوفها شوله كلها مو هاي هم مفروض تخطيط المدينه ورسم اكو مناطق تيجي تشوفها بداخل المدينه ارض بس يقول لك ما تقدر تستخدمها تخطيط العمراني مثل ما قال